بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن عند بيتك المحرم ربنا ليقيم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا إنك تعلم ما ربنا thank you.
ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء ولا في السماء الحمد لله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي
بسم الله You are my